ممكن يعني نشرفوا بك لانه راك موجود معنا هنا، نشرفوا بك ونقولوا لك ممكن تعطينا كلمه عن الصحافه الرياضيه باش نبدا هذا الحوار والنقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحافه الرياضيه راهي تلعب دور فعال، يعني راه ما عندهمش المجهودات يعني، مي كومام صحافه راهي تلعب دور فعال. حنا شفناهم في كل ميدان يعني، وانا جو في كل فيليسيتي يعني الناس هادو يخدموا في ظروف صعبه، في ظروف صعبه مالغري عندهم بعض التعرقيل بعض، مي راهم يخدموا. كاينين بعض الناس بالكش ما يشتيوش الصحافه، باسكو الصحافه تهدر، صحافات توعي، صحافات تهدر، بالكش بعض الناس ما يشتيوش الحقائق. مي انا كموسي فريق منذ سنوات يعني صحافة راهي تلعب الدور تاعها كما ينبغي، ولو هناك نقائص كذلك راح ندخلوا ونطرقوا عليهم من بعد. ما كانش انسان الملك معصوم، ما كانش واحد نيني بارفي، مي الصحافة الوقت هذا راهي تلعب دور فعال وكما ينبغي. بارك الله فيك سي ديابي، نشكرك على هذا التدخل اللي راح نبداو به الحوار والنقاش، ولكن ما نبقاش في الايجابيات، ندخل بعد قليل في النقائص. رضوان بن دالي اللي راكو تشاهدوه معروف على الساحه الصحفيه، صحفي قديم، ممكن كذلك كلمه فيما يخص الصحافه الرياضيه قبل ما ندخل في النقاش فيما يخص فيما يخص المجال. على كل حال نظن باللي سي ديابي يدخل في الموضوع كما يلزم الحال، على خاطر باش نديروا نقاش على الصحافه الرياضيه نظن انا يلزم منا واحد العشر حصص كما هذوما، وبالك ما تفراش، على خاطر الصحافه الرياضيه كاين الناس رامي الطرف رامي يدناو ليها بواحد الوسيله اللي ما راهيش موضوعيه. على كل حال يدناو الصحافه الرياضيه على حساب ان ايفينمون حدث، على حساب حدث يهضروا على الصحافه الرياضيه ويجوجيوها ويكوندانيوها ويديروا لها، بصح واحد منهم ما راهو عارف الصحافه هذيك واش كيفاش راهي تخدم، كيف الوسائل اللي راهي عندها باش تخدم، الصعوبات اللي عندها، الضغط اللي عندها في الميدان كل يوم، سي كوتيديان الضغط اللي عندها من طرف الجمهور، المسيرين تاع الفرق. كاين صحفيين اللي راهم ممنوعين اليوم نقولها في هذا البلاطو، كاين صحفيين راهم ممنوعين في بعض الملاعب ما يدخلوش، وهذا اليوم في الجزائر تاع 1997 ضد القوانين، ضد الدستور، ضد كل تعليمات تاع رئيس الجمهوريه والمسؤولين تاع البلاد، على خاطر الصحفي هو الشفافيه، هو همزه وصل بين الجمهور ولا واش صاير في الميدان. ولا منعوا من الصحفي باش يدخل للملعب، هذا حب يقول بلي عندهم اغراض غير رياضيه، كاين اغراض اخرى بالك حنا ما نجموش نعرفوها، وراهم يمنعوا الجمهور وللاسف من الحقيقه. شكرا رضوان. على كل نذكر الاخوه اخواننا الرياضيين والجمهور اللي تبع فينا والحضور كذلك انه كان بالامكان كذلك ان يكون معنا هنا يحيى عبد المجيد وكذلك بو عبد الله اللي تكلموا في الحصه اللي فاتت على الصحافه، اعتذروا في اخر لحظه وما جاوش، وكذلك مولاي من تيليمسان هو الاخر، وكذلك سليمان من تيليمسان مانيش عارف اذا كان يحضروا بعد قليل والا ما يحضروش. على كل بكل وضوح والنقاش مفتوح فيما يخص الصحافه والراي المخالف كذلك حتى نخرج بنتيجه. باش نزيدوا نتعمقوا في الموضوع وباش نخرجوا كذلك او ندخلوا في النقاط الحساسه، نشوف هذا الموضوع الخاص بالصحافه واللي قام به حسن جابر. الصحافة الرياضية بأنواعها المكتوب المسموع والمرئي هي رافد للعائلة الإعلامية الكبيرة، وكما تدل عليه التسمية فاهتمامها ومجال نشاطها ينصب على الميدان الرياضي على اختلاف فروعه ونشاطاته. الصحافة الرياضية طرف فعال في تنوير الرأي العام الرياضي
ولا يختلف اثنان في دورها التوجيهي والتربوي خدمة للحركة الرياضية باعتبارها همزة وصل والناقل الموضوعي والنزيه لما يحدث على الساحة للقارئ والمستمع والمشاهد. ويبقى أن نعرف هل الصحافة الرياضية اختصاص مهني أم مجرد ميل للصحافي في تعاطي هذه المهنة واحترافها. نادي جت لها أولا حب للكتابة وحب للرياضة. الصحافة الرياضية هي أول وقبل كل شيء ميل، باسكو في المعهد تاع الإعلام ما كانش اختصاص دون دومين سبورتيف تسمى في الرياضة. ما فيهاش اختصاص بعبر الكلمة، لكن فيها بزاف الموهبة. الصحافة الرياضية الجزائرية اليوم ما زالت في مرحلة الفتوة بفعل تجربتها الميدانية المحدودة مقارنة بنظيراتها في أنحاء أخرى من العالم. وبذكر الممارسة الميدانية للمهنة، فما هي طبيعة المشاكل والصعوبات التي يواجهها الصحفي الرياضي؟ الصحفي خشى يخدم في جريدة، وجريدة عندها المشاكل، والصحفي كيكون صحفي رياضي ولا في الثقافي ولا في الوطني تسمى ذوك المشاكل تعاود تطيح عليه. كما كاع الصحفيين تسمى الصحافة الرياضية لو برينسيبال بروبليم هي لا سورس المصادر. تما جورناليست سبورتيف ما يقدرش يروح ديريكتومون لاسورس، باسكو كاين بزاف خلاطه سيرتو هاد الايام في الدومين سبورتيف. انا شخصيا الصعوبات اللي نلقاها هي صعوبات الاتصال، يعني اتصال يعني في الـ في الـ في لي ديبلاسمون باش نمشي للميدان، والا الاتصال مع النوادي ولا مع الاتحاديات ولا يعني ما كانش ما عندناش اتصال. مرات احنا بلا ما يقولوا لنا بلي كاين حاجه بلي كاين نشاط نكونوا في الميدان. اخر العينات للصعوبات التي ذكرها زملاء المهنه ما حدث لرجال الاعلام خلال الجمعيه العامه الانتخابيه الاخيره للاتحاديه الجزائريه لكره القدم قبل اسبوعين. الطريقة التي عمل بها الصحفيون من خلال عزلهم وإبعادهم المقصود عن جوهر الحدث تأكيد صارخ لطبيعة العراقيل التي لا يستصغها أحد. اليوم غلقوا على الصحافة باش ما تجيبش واش يصرى، وهذا ماهوش كونفورم ودروا على الانفورماسيون اللي عنده الجمهور. هي سؤال مطروح، اسكو اجوردي لا بريس الجيريان لا بريس سبورتيف الجيريان ديرانج اي نو فا با دون لو ميم سونس de ceux qui le désirent aujourd'hui. لما نحد من حرية حركة الصحفي هو يعني أننا نحد من الرأي العام، يعني هذا الإجراء هذا طبعا في حق الجمهور أنه يتطلع على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص هذا الحدث. الصحفي الرياضي كائن بشري قبل كل اعتبار آخر، وخلال تأدية المهام عليه الأخذ بالنزاهة والموضوعية في نقل والتعامل مع الأحداث، شرطان الأساسيان اللذان تقاس بهما مصداقية كل عمل صحفي أمام الرأي العام. ورغم ذلك فهل كل المقالات والتعاليق الصحفية مجردة من الجانب الذاتي في طرحها وتناولها للأحداث الرياضية؟ ليش كفر واحد يكره الصحافة واحد اللي يكون مضيف ما واحد يكون مضيف تروح الصحافة راهي تخدم في خدمتها. كاين صحافة وكاين صحافة، كاين صحافة يعني اللي راهي تدير الدور تاعها، وكاين يعني بعض من الصحفيين يعني اللي برين بارتي يعني، وزيد الانفورماسيون يعني ما يجيبوهاش يعني حقيقة، يجيبوها من الطريق وما يروحوش يعني يسمعوا لي برانسيبو كونسيرني. وكاين يعني سيرتان بريس يعني بروفيسيونيل اللي تعرف خدمتها. يعني هل تعتقد باللي صحفي رياضي تشرى من طرف الأندية ولا؟ انا ما نقدرش يعني نروح حتى وين نقول لك بلي صحفي يقدر يشرب، باسكو سي غراب وراه شخصيه تاع انسان ولا دوق صحفي لازم تشريه باش يحط لك كارط ولا حاجه، سا سي تري غراب. انا جون بوري جامي دير بلي اون اشيت ان اوم ولا ان اوم سان اي ساشيت با. نعم نعتقد بلي كيتشرب. على غرار كل القطاعات المهنية الأخرى، فالصحافة الرياضية الجزائرية مهيكلة في إطار النظامي يتمثل في جمعية الصحفيين الرياضيين الجزائريين التي ظهرت للوجود قبل سنتين. الجمعية هذه أسسناها في شهر جوان 95، وخرج منها يعني ان بيرو يعني بريزيدان
يعني كما يقولوا انتو ديموكراسي، الناس انتخبوا على الناس وخرجوا. الاهداف اللي درناهم يعني سي لا ديفونس، يعني ديزانتيري كما يقولوا ماتيريالي مورو تاع صحفيين. دوك رانا يسمى في مرحله هيكليه، رانا يعني نهيكلوا فور لي طوندرا الانسون دو تيريتوار ناسيونال. المشكل الاساسي هي شكون صحفي رياضي وشكون ماشي صحفي رياضي. ما يخفاكمش بلي الرياضات تاعنا يعني السولف ديزانتيري دي باسيون، يعني وعندنا يعني صحفيين كما يقولوا بيرمانونس دي بروفيسيونيل، وعندنا اللي عيطوا لهم حنا لي بيجيست، ولي بيجيست هذوك يعني قويين، يعني في الميدان قويين في الميدان. كيفاش يعني نقدروا يعني نجيبهم بلا ما نعفسوا على القانون، خاطرش القانون تاع التحديه العالميه والقانون القوانين تاعنا لي ستاتيو تاعنا يقولوا بلي لازم صحفيين دي جورناليست بروفيسيونيل بيرمانون. رانا دون اون فاز دو ماتوراسيون، اني ان تران دو مورير يعني هذه الجمعيه هذه باش نعرفوا والله الاهداف تاعنا تاع صح، يعني اون فو با فار لي شوز دون لا بريسيبيتاسيون. الصحفي اذا يعاني، الصحفي المحترف، الصحفي المتعاون، الصحفي التشرى، هذه امور شفناها في الشريط هذا. الحوار راه مفتوح يا جماعه باش ما نبقاوش في الاخطار. تفضل عبد الوهاب معمر جبور. عبد الوهاب نذكر راه عضو في المجلس الفيدرالي، تفضل. شكرا سي مراد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، انا بدي باش نطرق الكلمه اللي قال عليها سي بندالي على الصحافه اللي في بعض الاحيان راهم ما يخليهمش يدخلوا الملعب. يفو فور سا بوركوا دو لا شوز، باسكو انا بصفتي كرئيس فريق كاين بعد مراسلين، ما نقولوش صحفيين، لان المراسل هذا اللي ما عندوش خبره في الصحافه ويجي الملعب وينقل اخبار غير صحيحه ويغلط الراي العام، انا نظن باللي هذا يمنع منع باتا باش يدخل الملعب، وهذا يدي يعني بسمعة الصحفي المحترف، لأن ما نقولوش كل الصحفيين ما يدوش الواجب تاعهم كما ينبغي، بالعكس راهم يساهموا في تطوير كرة القدم، خاصة الصحفيين الرياضيين يساهموا في تطوير كرة القدم، ولكن فيه مراسلين اللي راهم ما ياخذوش بعين الاعتبار الشيء اللي كيقولوا في الجريدة، لأن الكود دو لافورماسيون سيرتو لارتيكل 40 ينص على النزاهة تاع الصحفي، ينص على نقل الأخبار الصحيحة، ينص على حرية المواطن. عندما مثلا يتكلم المواطن بكل حرية لازم الصحفي هذا ينقل الشيء اللي بده ينقله إلى الجمهور ولا إلى إنكوش بيان ديترميني، وهذه احنا ما نشوفهاش يعني عند كل الصحفيين، وللأسف أنا نظن باللي شيئا فشيئا الصحافة تاعنا راهي يعني في المستوى، ولكن في بعض النقائص نطرق لها من بعد. هذه راح احنا ندخلوا فيها كذلك الصحفي فيما يخص الصحفي المحترف والصحفي المتعاون الى اخره. معمر جبور من القناه الثالثه الراديو. باش نوجب السي عبد الوهاب حبيت نقول له حاجه. اولا لو كوريسبوندون كي يكون في مدينه واحد لازم يبدا في المهنه. نعم. يقدر يرتكب غلطات. حق تاع الفريق ولا الشخص اللي تمس كاين العداله الى تاكر. ما يسمحلوش القانون باش ما يدخلش الملعب، يدخل الملعب ويعمل الدور ديالو. ثانيا سمعنا السي نور بن زكري. انا نور بن زكري على كل حال ما فيش مشكل يقول الصحفي يقدر يتشرى. نور بن زكري صحفي يتشرى، لي زاربيت يتشراو، كلشي يتشرى عنده. وحاليا انا نظن لا بريسيون اللي راهي عليه هي اللي راهي تخليه يتكلم هكذا وما يعرفش وراه يضرب. اي يدوفري يفري ميو يتلها بالكلاب ديالو اللي حاليا عنده صعوبات كبيره. هذا ما كان على النور بن زكري. بارك الله فيك. جماعه دخلوا سي عبد القادر سي شعبان نذكر من رابطه بسكره، رئيس رابطه بسكره. نشكر حصه التماس على دعوتها. انا جيت باش نتلاقى مع الصحفيين خاصه نشتي نتبع الحصه تاع معمر جبور ياسر، في كل جمعه نتبعها سواء في الميدان ولا في الدار. لذا قلت انا نشارك في هذه الحصه هذه. جيت اليوم من بسكره سبيسيالمون باش نشارك معكم. انا الشيء اللي نتمناه الصحفي يكون نزيه في العمل تاعو. الصحفي ما يكونش يبيل لجهه او طرف ما. الصحفي له الحق باش يقدم كل نقائص اللي شاهدها للجمهور، لان الجمهور وينه اللي يقدم له الحقائق؟ يقدم له الحقائق هو الصحفي. لذا يعني كاينه بعض النقائص اللي راح نطرق لها من بعد نرجع لها. انا الشيء اللي نقوله يعني
الصحافه الرياضيه نتاعنا تلعب في دور. صح كاين صحفيين منحازين لاطرافنا وهذا نتكلم عليها سي من بعد مالح صح من بعد ندخل يعني في الحوار علي. شفنا في الشريط جمعيه صحفيين نتاع على علم وانا على علم ورضوان على علم وكلنا كلنا على علم فيما يخص الجمعيه هذه كيفاش تكونت كيفاش كذا الى اخره. درك لقات صعوبات على كل حال تكلم عليها الرئيس كرم. علاش لقات صعوبات ولو حتى الجمهور كذلك يعرف انه هذه الجمعيه راهي خاصه بالصحفيين صحافه المكتوبه فقط لانه السمعيه البصر فيما يخص التلفزيون والراديو يعني ما كانوش في هذا كانوا في الجمعيه الاولى ثم انسحبوا لاسباب اخرى. تفضل علي. طيب مراد راكوينا ما راحش نكمل واش استعرضوه الاخوه الحاضرين بالنسبه للتدخل تاع السي عمر كروم رئيس فونتوم من صحة التعبير الجمعيه هذه لانه يقول في التدخل تاعو في الاستجواب اللي كنت تجريته معاه يقول بانه الحركه هذه تاع الصحفيين الرياضيين اللي تشكلت وتكونت في جوان 95 قالت المهمه تاعها او الاهداف تاعها انها ربما او المكونات تاعها انها ربما بالنسبه للصحفيين دائمين لي جورنالست بيرمانون. احنا انا شخصيا والقسم الرياضي على مستوى القناه الاولى ما تلقناش دعوات بالنسبه لي حتى بالنسبه لي عمليه انشاء هذه الجمعيه كانت فيه جمعيات اخرى وبالنسبه حتى بالصحافه الرياضيه نقدر نقول اللي ربما كانت الى حد ما ضم ربما فريق نتاع الصحافه في حد ذاته تاع كره القدم لكن كان فيه دعوات ومراد تتذكر ربما كاين البعض اللي تذكروا مانيش ثابت لكم. المهم كان عدد كبير بالنسبه للصحفيين في عمليه تكوين هذا يعني في رايك هذه الجمعيه هذه متكونه من مجموعه من الصحفيين فقط من عدد قليل صح لانه انا شخصيا نقول لك صح ما كنتش انتظر في الدخول او في التصريح مثل هذا لانه يتحمل مسؤوليته يعني هو شخصيا يعني لانه حتى انتم على مستوى التلفزيون ظن بلي نفس الشيء كان في غياب تامل نفس الشيء ربما هذه الجمعيه نقدر نقول بانها جمعيه خاصه بالنسبه للصحافه المكتوبه فقط ما فيش لا سمعي ولا بصري صح ولكن ممكن كلمه توجيهيه ونداء حتى يعني الجمعيه تزيد تتكون. السي بنكاري اللي من جريده الملاعب بسطيف نشرفوا به كذلك جانا مسطيف سي بنكاري فوزي ممكن يعني زيدنا ضيف لنا كلمه احنا يعني كنداء حتى تكون جمعيه خاصه بالصحفيين حتى يعني نفرض وجودنا على الساحه الوطنيه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا احد يعني بامكانه ان ينكر بلي هناك انحياز ولا احد يعني مكان حتى الصحفي يقدر يخفي الذاتيه تاعو بنسبه كبيره ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان ننفي بان بعض رؤساء الانديه وبعض الشخصيات الرياضيه الوطنيه تحاول ان تجعل من الصحفيين ومن الجرائد الرياضيه ابواق لها بمعنى انها تملي عليها واش الشيء اللي يساعدها وتحاول تمنحها من كتابه بعض الامور اللي لما تساعدهاش ضمن هذا يعني أمر يتنافى مع الصحافة بصفة عامة فيما يخص الجمعية قادة من تريبين ويست كذلك اللي جانا من وهران مثل جريدة مختصة في الرياضة قادة شفا شوف كما نقول أخ علي خباش احنا رانا في وهران بعد على الجزائر العاصمة عمرها ما وصلتنا دعوة باش نكونوا في دي الجمعية تاع الصحفيين الرياضيين مانيش عارف علاش كي حنا كاع الاخوات تماك في غرب البلاد وفيما يخص الصحافه اللي نحنا مغبونين فيها صرت حنا نستعرفوا باللي فينا نقائص فينا على الوقت على السياسه كاع اللي رانا نعيشوا فيها حنا في تاع الوطن وفي جميع الاختصاصات بصح راهم رانا مغبونين بزاف من عند مغبونين ممكن لما نشوف التدخل تاع حميد والوضعيه نتاع الصحفي رايحين نشوفوا كيفاش رانا مغبونين السلام عليكم. السلام. سيدي محمد وين قاعد؟ جورناليست انا رايح تحت. ما كان لا جورناليست لا والو محمد قلنا ما تدخلش. انا ما تدخلش هذيك لور ديميسيون هذيك الاخر هذا. ما تدخلش محمد خذ درع علينا ولا واش؟ بس يدرع صحافي احترمني. صحافي ما تمشيليش ما تمشيليش جورناليست احترمني. في العالم كاع يحترموا جورناليست غير انتوما ولا حيدك ما تمشيليش. شكون انتوما انا ما قلت لك ما تدخلش وخلاص ما تقول لي لا انتوما لا هما. ما تقوليش ما تدخلش على ما تدخلش محمد. محمد عندكم اجتماع يا اخي عندكم اجتماع انا ندير التغطيه ما ندير عندك لافير معايا عندك بروبليم في صحافه يا اخي ما عندكش بروبليم صحافه. ما تدخلش محمد. ندخل عندي لور ديميسيون ندخل. ما تدخلش محمد. صح فهمني علاش انا اللي ما ندخلش انت خاطرش راك محطوط في لاليس اللي ما يدخلوش اه وي محطوط في لاليس تاع اللي ما يدخلوش
كون جات لا ليست تاع السكنه ولا لا ليست تاع خدمه ولا لا ليست تاع اللي يروحوا ليترونجي بريزونتي ولا جيري ولا ما خرجش بصح لا ليست تاع اللي ما يدخلش خلص فيها انا الاول. لا تقول لي ما تدخلش ما تدخلش شوف حاجه ما تشيليش انا هادي صحابي ما تشيليش ولك حاجه نتقبها من فوق وندخل تقول تقبها وندخل دار واش ما تدخلش يا إذن هذه هي وضعية الصحافة في بعض من الأحيان، على كل حال ماشي كل يوم ولكن في بعض الأحيان هذه هي وضعية الصحافة. ممكن يزيد يضيف لنا شيء آخر بوهلة اللاعب السابق المعروف في شلف وجانا من شلف كذلك، ممكن يزيد يضيف لنا كلمة فيما يخص الوضعية. الصحافة هذه اليوم تبانت سورتو في لاسومبلي جينيرال التالية هذه تاع البيرو مورالي في نوسي تاع سيدي عمارة وتاع لاسومبلي إليكتيف. نعم. لي زورغانيزاتور لي داروا لاسومبلي بغاو يهمشوا الصحافه، بغاوش يخلو لهم يدخلوا لاصال تحت وين كنا قاعدين، داروا من الفوق بصح عاونوهم شويه كي داروا من الفوق يشوفوا اسمع. نعم. كشفوا كاع اش كاين، وحنا قاعدين من 9 تاع الصباح حتى الوحدة ونص حتى الصحافه الصحفيين ناضوا قالوا لنا توبوا اشتاكم ما هضروا راكم من 9 كم قاعدين هنايا راهي الوحده بوجوا هضروا هما اللي دارونا راهي بالهضروا. وانا جدي ناص حاجه اللي شتا قدام عيني وحاجه ما نسكتش عليها. نعم. احمد عاشور تاع المجاهد. نعم. جا داخل لاصال نحسب تسمحوا لي على الترم هذا نحسب فارو ما يحوشوا عليه ولا دخل يقولوا كيف دخل شكون طالوا الباج منين فات انا قلت ما يحوشوا لا فار ما عرفتش حتى قال له شكون هذا قال له احمد عاشور قلنا ما يدخلش هذه امام ربي واليوم الجمعه قال له حمد عاشور قلنا ما يدخلش شكون اللي طالوا الباج وكيف فاتكم والله العظيم مقسما بالله. على كل حال الحوار راه بدا يكون مفتوح اكثر. تفضل مساح هنا راه احد المنظمين كذلك ابراهيمي اللي ممكن راح يعطي كلمه. تفضل انا نولي غير الحاجه موالفين كل الجمعيات العامه هي لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول الفيدراليه هي اللي تمد لي زاكريديتاسيون دائما وكاعنا عرفوها. هذه المرة الأولى ونهار الجمعية العامة ويقدم سعيد عمارة البيلو مورالي فينانسي وين داروا لي زاكريديتاسيون في الفيدرالية في دير إبراهيم. هذه المرة الأولى كي شافوا الحالة ما جازتش مليح هذه المرة قال لك لا هذه المرة ماشي الفيدرالية وكان بوطاجين هو اللي يعمل لي زاكريديتاسيون نحاولوا لي زاكريديتاسيون وين هبطوهم لوفيس دو كومبلكس أولمبيك وين لهيك خذوا أكريديتاسيون بداوا يشوفوا هذا يدخل هذا ما يدخلش وهكذا تعملت الأشياء. هذا يدخل هذا ما يدخلش إذن هذه الوضعية نتاع الصحفيين هذا يدخل هذا ما يدخلش. إبراهيمي موجود معنا اللي كان من منظمين الأساسيين فيما يخص الجمعية الموضوع ما هوش الجمعية ولكن وضعية الصحفي في الجمعية وإلا في حادث ما. تفضل إبراهيم. نشكرك سيد مراد. شكرا. باش نعلم سي معمر جبور كنت أنا في الاتحادية والاتحادية هي دارت الكومونيكي دو بريس اللي بعثته لابياس ونحدت صحفي كما قلتها الخطرة اللي فات صحفي ومصور لي كوتيديا ولي زيبدومادير دو جورناليست ان فوتوغراف و لو ان تي في لو ان ار اس سون ليميت هذه اللي درناها ودرتها في الاتحادية شخصيا درنا لازم علينا وكانت محدة لليوم 25 اليوم 25 شفنا ما اتصلناش بالجميع الصحافة. أنا شخصيا حكمت السيارة تاعي وحبطت الجرائد قلت لهم اعطيونا لا دوموند داكريديتاسيون تاعكم ويقدروا يشاهدوا بعض من الصحفيين باش أنا نقول لك حددت أنا ولا واحد حدد للآخر الاتحادية وكان لو كومونيكي سيني بار لو بريزيدون دو كوميتي بروفيزوار إلي سيني إلي تالا بي اس إي أون لو دوبي. ولكن في بعض من الاحيان كاين النظري ليكري ولكن في الميدان كاين تجاوزات يعني هذا هو الشيء اللي ممكن راح نتكلموا عليه. تفضل نكمل لك. نهار كملنا اليوم 26 اليوم الجمعيه العامه او عندي وثائق هنا لو جور لاسامبلي دخلت صحفيين اللي ما كانوش اكريديتي انا درت لهم لاكريديتاسيون بيرسونيلما انا درت لهم ما كانوش جو سيت ان جورناليست اولمبيك انا دخلته جاني 3 زور د لابريميدي على ثلاثة والجمعية كانت بدات على ثلاثة دخلت أنا بدتي إيش بفو دوني صنو أو عندي هنا باش يقول لك حددنا وما ما خليناش صحافة تخدم لا طلبنا كما قلنا معلو طلبنا صحافي ومصور مصور. المجاهد بعتوا لنا 5
نقولها لك في الاتحاديه خلاو سي مختار شرقي وخلاو ان فوتوغراف نحاو سي رضوان بن داليك خاطرش كان في قائمه اخرى. انت اللي قلت لهم معليش هو يكون مع قناه الثالثه وفي التليفون كي تليفونيت. لا تليفونيت قلت له معليش سي ان جورناليست اون بلوس. لا ماشي اون بلوس. نحاوها في الاتحاديه. ماشي اون بلوس سي ان جورناليست اونورابل. شكرا رضوان ممكن خاطي هو ما عنده حتى. محمد حبي يدخل. لو رول تاع الصحافه الرياضيه اليوم نهضروا على لو رول. لا سا سي ترانسفورم نتاع لاسومبلي جينيرال. On parle des problèmes de l'Assemblée générale. On est venu pour parler à le rôle des journalistes sportifs. Il y a le football. En tant que footballeur, il y a le football. C'est comme une chaîne stéréo qui a besoin de baffes. La baffe, l'oula, c'est les supporters. La deuxième, c'est les journalistes. Blabiha, Matsmawalo, le football sans supporters et sans journalistes, c'est rien du tout. Dina Nahdro a le rôle. De chacun. Et je vous dis, d'abord pour le programme, le journaliste est important. Mort le match, un gars qui marque un beau but, ou un gars qui marque un beau but, ou un gars qui télévision, plus tard qu'il kber, il va dire que l'ouladou, ou l'ouchle ranaf, l'ouchle kthrou kdabin, il va dire que l'ouchle ranaf, l'ouchle ranaf, l'ouchle ranaf, l'ouchle ranaf, je pense que l'ouchle les journalistes à Dork, ils vont dire, il faut qu'il y ait un respect. الناس جاوا يشوفوا الفوتبول ما جاوش يشوفوا لي سيبورتير ولا لي جورناليست دونك كو شاكان فاس سون طرافاي انايا ان جورناليست ن رونت با او ستاد سي تو لي جورنو كي اون بارل ان انترينور ان انترناسيونال افيك 150 سيليكسيون ولا عندنا هنا ناس ما عندوش دروا يدخل لاسومبلي باسكو ني با دون زون كلوب واحد ما يحضر ما يدخلش للستاد واحد ما يتقلق عليه ان بريزيدون دو كلوب ولا ان دي تي اس يجي سوبرفيز ان ماتش باسكو يجو كونتر الاخر الا ماهوش معروف يرموه واحد ما يقول بلي ما خلاوش يدخلوا لازم نكونوا اونصوم اون سي سي امبورطون لو جورناليست الي تري امبورطون مي فودري با كسا سو اون افير بيرسونيل دناو الان جورناليست سي تور لي جورنو كي مات وكي دناو الان اونترينور ولا ان جوار ولا ان بريزيدون يا ريان دي تو الانسان لازم يفهم هذا الشيء وحنا بلا لو جورناليست إنيا أبسولي موريا باش نعرفوا الدور نتاع الصحفي. شكرا محمد. باش نعرفوا الدور نتاع الصحفي يعني جاي الحوار يبقى على كل حال مازال الوقت باش نعرفوا الدور نتاع الصحفي والمشاكل دائما اللي يعيشها يوم نشوفوا بعض الجرائد المختصة في الرياضة من شرق البلاد الملاعب اللي قلت بصطيف. من صدى الملاعب إلى الملاعب أسبوعية الهضاب العليا الرياضية تعرف تحولا في العنوان وأسلوبا جديدا بالمعالجة الصحفية الرياضية لكل الأحداث يصبح عمرها في الصائفة القادمة 5 سنوات بالضبط. هي أول جريدة رياضية مستقلة تصدر بولاية سطيف. أول عدد صدر كان يوم 28 جويلية 1992 فيما يخص بطاقة فنية يعني بصفة عامة على الجريدة. هدفها يعني الهدف من يعني الهدف يعني نطمحوا ليه هو توعية الرأي العام الرياضي الجزائري. خطوة الافتتاحي هو محاربة جميع التصرفات السلبية التي لا تزال تطغى على الساحة الرياضية الجزائرية. شعارها من يقرأها مرة يقرأها ألف مرة. جريدة الملاعب اللي راهي ناجحة والحمد لله يشرف على تحريرها حوالي ثلاث صحفيين فقط. ثلاث صحفيين شباب يمثلون النواة المركزية للجريدة يقومون بجمع المعلومات بتحريرها وبتنقيحها وبتصحيحها ثم الإشراف عليها الآخر إلى غاية يوم صدورها يوم السبت صباحا. مستقلة والأولى بالعربية في شموليتها عكس جريدة الشباك التي تصدر بالعاصمة والتي تعالج مواضيع كرة القدم بصفة مدققة. بالنسبة للعدد القراء كثير يعني عندكم المبيعات يعني الحمد لله لحد الآن الجريدة أثبتت نجاحها وتألقها من أسبوع لآخر. والله هذه أمور تقدر تقول إدارية.
الفريق هذا هو الفريق الشاب المباراة، يعني هذا هو يعني الفريق الصائر على إنجاز هذه الجريدة. ونظن بلي أهم مشكل تعاني منه الجريدة هو بعدها عن مصدر الحدث، وعلى خلاف بعض الجرائد الرياضية الأخرى التي تعيش في قلب الأحداث في الجزائر العاصمة مثلا. في مقر متواضع وبعدد ضئيل من الصحفيين والمتعاونين، تقم الملاعب المتواجد بعيدا عن العاصمة مصدر المعلومة الرياضية والأحداث الوطنية الساخنة، إلى أن التصميم على خدمة المشاهد يبدو من خلال التنوع الموجود في الجريدة التي أصبحت وطنية فعلا. عند إنشائها لم تكن تتوفر إلا على الطاقة الصحفية ومصور واحد الذي واكب كامل تطورات الجريدة. اليوم هنالك تحسن تجهيزي طفيف. بكل اختصار يعني الصورة قيمتها غالية عندها في الجريدة. أولا الصورة هي اللي تعبر عن الموضوع. تتعاقب الأحداث، الحدث ينسي سابقه، أمنية الطاقم، تفهم مسيري الرياضة لمهمة الصحفي، ونجاح لحصة أعلى التماس. رايحين نتكلموا بعد قليل على جريدة توقفت، جريدة الهدف، فيه ريبورتاج فيه تحقيق. إلى جانب جريدة الهدف هناك جريدة رياضية أخرى توقفت عن الصدور، أذكر اسم هذه الجريدة. منتخب جديد ماتش، شاب يفوز بال، ولكن توقفت لنفس تقريبا نفس الأسباب، لو سبور أسباب مادية خاصة، إذن ماتش وبالتالي الشاب يفوز بالجائزة. الجائزة نبقى دائما مع الجوائز ومع السحب. حميد، السحب فيما يخص الجوائز واللي بعته عن طريق جريدة أو مجلة الشاشة، تفضل حميد. ساعد أكواريوم تاع حوت هذه. لازم تسحب مرتين حميد. واش ندير؟ مرتين. هذا الاسم جلال او يضحك. انا شغل اسمع ليه للجزائر 500 دينار. عبد اللاوي بوزيد من زيامة المنصورية ولاية جيجل. تصفيق على عبد اللاوي زيد مره ثانيه. نذكر باللي كل سحب فيه 10000 دينار يعني مليون. تفضل واحده اخرى ثاني. واحده اخرى كذلك لانه فيه سحب متاخر تاع المره اللي فاتت. نعود نشارك انا هنا وخرجوني نخلص خير. والله عاد تخرج عليا. ثاني وقت متكسن بصيفي. بصيفي محمد منين 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 وقيله مسيله وقيله ربي يعلم مسيله خطبه واش واضح. مسيله اذن مبروك لي صيفي من المسيله، وبالتالي مع الجوائز اللي الجائزه اللي فاز بها الشاب فيما يخص الجواب عن الجريده، وكذلك الجوائز للمسيله وجيجل. جائزة قلت أخرى خاصة بالعشر ألاف دينار للمشاركين واللي شاركوا بفضل المجلة مجلة الشاشة. للمشاركة في مسابقة على التماس فلاش مجلة الشاشة الصغيرة تضع تحت تصرفكم قسيمة خاصة للمشاركة في المسابقة، فما عليكم إلا بكتابة الاسم ولقب العنوان ورقم الحساب للحصول على مبلغ قدره 10,000 دينار جزائري مهدى من طرف مؤسسة فلاش. نبقى دائما مع التحقيقات ومع مجلة رياضية أخرى بغرب البلاد بوهران تريبين سبور، نتابع التحقيق. أسبوعية تريبين سبور جريدة تأسست منذ سنتين بمنطقة وهران، هي أسبوعية وطنية تتكلم على جميع النشاطات الرياضية، خصوصا هي نسبة 90% كرة القدم. ظروف العامة كما راكم تشوفوا فيها، احنا مشتركين مع اربع عناوين عندنا. هي باش تهضر على العمل الصحفي فيما يخص التغطيه الرياضيه، نلقوا صعوبات كبيره دروك، وصلنا واحد الوقت وين زعماك تروح تكتب مقال ماشي مليح على كاش رئيس فريق ولا كاش نادي، دير روحك باللي السيمانه الجايه بغيت تلقى صعوبات
باغي يوليو يشوفوا فيك اترافير يقول لك كيف تهضر فينا ولا عندك شي صوالح مرات تكتب فيهم تكتب فيهم ما تدركش بالغربال تكتب فيهم توفا بيان حاجه توما فريق يا هما عندهم لي بروبليم يقولك السيمانه الجايه كي تبغي زيد ثاني تروح ليستا ثاني صعوبات واحدين ما يفهموش كاع كرة القدم قاعدين عند الباب يقول لك اعطيني امر بمهمة يقول لك اعطيني كارطة يقول لك اعطيني الاخر ما احنا ما نفهموش هادو الصوالح ثاني مام ناس تلقى روحك تروح صعوبات تلقى مجموعة من الناس يسبوك يعايروك علاش لا قلت صح وهذوك الناس مدمورين من رؤساء الفرق تاعهم وثاني وين يوصلوا فيك يعيطوا لك انا في الهاتف يقول لك الله يرحم بوك اضرب بالناحة عندك مالغري تو سا اون في نوتر بوسيبل باش نخدموا كاع هاد الاخر ودي فوا المونك هذاك تاع الماتيريال ما ياثرش علينا الحماس انا وكل شيء هو اللي يخلينا باش نقعدوا توجور على هذاك المنوال ونخرجوا الجريده تاعنا باش هما كان يعني هذا عن جريدة ويست تريبين شكرا لكم جماعة معايا هنا مسيرين وراهم في الوسط الرياضي فيه جرائد فيه الجرائد يعني فيه شيء إيجابي راه موجود في الجزائر فيما يخص الصحافة الرياضية راكم تشوفوا يعني بينكم ولكن ممكن يعني تزيدوا تضيفوا لنا أشياء مهما رغم هذا الحجم هذا تاع الجرائد هل هناك مشاكل واقعة فيما يخص الصحافة الرياضية بالنسبة للمسيرين تفضل مزار منذ بداية الحصة وأنا يعني نسمع الإخوة يعني المشاركين يتكلموا على يعني العراقيل والمشاكل اللي تلقى فيهم الصحافة الجزائرية ولكن يعني من قبل ما تكلمناش كثير على المشاكل هذه اللي تلقى فيهم لأن منذ زمن بعيد الصحافة يعني تاعنا عندنا صحفيين في المستوى ويلعبوا دور كبير يعني لإعطاء كل المعلومات اللازمة في الحياة الرياضية ولكن هذه الأيام يعني الأخيرة يعني كان حديث كثير يعني كثير جدا فيما يخص يعني العراقيل اللي تلقى فيها الصحافة والمشاكل وخاصة فيما يخص يعني المشكل اللي تلقاوه يوم يعني الجمعية العامة وأنا يعني على ما أظن قبل ما نتكلموا على المشاكل هذه لازم نطرحوا سؤال ونقولوا علاش حتى يعني وصلوا الصحفيين تاعنا للمشاكل هذه وكما يقولوا بالعامية المليح يسلك في بلاصة القبيح ولهذا أنا نقول هناك صحفيين يعني اغتنموا فرصة وجودهم في بعض من يعني في بعض الصحافة سواء المكتوبة المسموعة أو المرئية يعني واستغلالها لفائدة أشخاص ضد أشخاص ولهذا أنا نقول يعني المهم الآن هو محاولة إيجاد يعني حلول ويعني حلول لفائدة الجميع ولفائدة كرة القدم الجزائرية شكرا مزار على كل حال رايح نرجع من بعد الصحفيين فيه حتى ياخذوا الكلمة ونختمهم بعد بالتدخل تاعهم سي إبراهيمي سي بوهلا عفوا مكسي لاعب دولي سابق كذلك ليه شلف كذلك تفضل مكسي أنا في الحقيقة نقول الصحفيين أنا كل يوم شفت الصحفيين كما كان صحفيين كما اللاعبين نعم. كاين صحفيين عندهم مستوى عالي وينجموا يخدموا في كاع العالم يجبوا في نحضر على الرياضه بركه نعم كاين صحفيين عندهم مستوى كاين صحفيين ضعاف واحد يقول واش اللاعب فيه كاين ضعاف وكاين المستوى تاعهم عالي كاين اللي معاك اللي عنده الاكسبيريونس كاين اللي عنده الاكسبيريونس صحفيين يجي يكومونتي لك ماتش ولا سوا سبيكر ولا جورناليست في الستاد وكاع وكاين اللي غالب انا شفت صحفيين ما يجوش كاع الملعب ويكومونتو الغدو هذاك كومونتو ماتش في الجورنال صحفيين ما يجيوش للملعب صحفيين بعد كما قال لي علقوا على مقابلة في الجريدة ولا في قناة نشوفوها مع حميد رشيد لا ريتاكسيون حميد ها ايه باش نعطيك الاخر انا هذا وين زيت ها استاد ايه باش نعطيك الاخر اكتب عندك هاو خرج هاي ها خرج هاي الماتش لاكسيو ها رشيد راك تسمع رشيد ها الماتش خرج هاي لا هاو مليح قلت شوف عطلك شو دو فوا في لابار هاو لعبوا تو انا اللي لعبوا بيا هاو واحد لومبيونس بالك اكتب في الديزيام مينوت في الدقيقة العشرة
ضربها في لابار. اول الاربيت الاربيت انا شكيتو مش لي اكتب الاربيت شغل من لا لا باسكو هو اللي بعلم الماتش ها اوا الاربيت انا شكيت بيناتي واحد بيناتي وجو جاربتني بالاربعه بركي اربعه دير خمسه دير خمسه باش تعمر لالي خمسه تريبلا خمسه خرج شوف اوا بداها من تحت وخيرا تريبلا في 12 او 11 بين امشي في 10 بركي شوف دير 9 ما تشوف تعطاهم كورنر عطاها انا لي كورنر كاين ما حبيناش نديرهم في العيانين يعني. تيري لاقينا زوج بعد عندنا نقولوا له خرج اوا لعبنا لعبك وعد بركي بركي شحال خرج الماتش ما انا لحقت وقت خليتهم بسيس ولا سات ولا اوا بعد كدي قوتين ها شوف المهم كتبت تيتر كبير كتبت تيتر من تحت انا سيدي دير تيتر كبير مقابله رائعه مدهشه مدهشه بيدك العربيه اللي دخل عليك مدهشه والجمهور خفيط اشنو ما كاش كاين اللي كاين راه برا كاين برا وكتب كتب دير واحد اخر اهداف غزيره امطار غزيره امطار غزيره امطار تحتها امطار غزيره واهداف غزيره دقيقه امطار غزيره و... والجمهور غزير كاع كانوا غزير الشعب غزير كاع وين وين دقيقه دير مونتير دير شكون تاع لوروب دير واش واش بيك ما لعبوش الناس تعليهم انا ما لعبوش ما لعبوش علاه امطار غزيره والاربيتر مريض ما لعبوش ايه ايه يا برا ماشي ابراهيم محمد انيني يا يا ولد انيني ما لابوش اذا والحوار يبقى مفتوح للصحفيين اللي راهم موجودين معنا تفضل عبد الوهاب قبل ما نعطيك كريم لازم نعطي للصحفيين حتى يرجعوا لهذا رضوان معمر جبور علي وضع علي خباش قناه الاولى معمر طيب ان شاء الله ما تفضل روح علي روح طيب ربما بالنسبه للحميد راكوين يبقى دائما المشاركه تاعو ايجابيه فقط بالنسبه للقضيه نظن فيه مبالغه كثيره كثر بصح شويه حميد لكن معليش عندها نكهه خاصه دائما التدخلات نتاعو انا فقط باش من حبيت نضيف حاجه مراد بالنسبه للقضيه الاولى لانه دائما نعود للجمعيه العامه تاع الاشغال تاع الجمعيه العامه تاع الانتخابات باختصار فقط جمله فضل. لانه فيه من اتهم الصحفيين ومن بعد ذكروا اسماء نعم قالوا باللي نقدر نقول باللي قالوا باللي الصحفيين هما اللي سي تو كي اون فوسي لاسومبلي هكذا رضوان قالوها هذه اتهموا الصحفيين بانهم كانوا وراء ربما البلبل اللي صرات وربما حتى الخساره ان صح التعبير نتاع الجمعيه العامه نظن باللي الناس هادو الاعلام الرياضي الان لانه قانون الاعلام يضمن الحمد لله احنا ربما بالنسبه للاعلام الرياضي عندنا قنوات تعدت وتنوعت وعندنا حريه تعبير ربما اكثر من الصحفي اللي يمتهن السياسه ربما هذا الشيء اللي نحمد عليه ربي ربما ما منش عارف لانه القضيه هذه اصبحت كبيره انه لما تتهم صحفي او لانه هو همس توصل بين ربما القاعده وبين لا, 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 لا هو القمة. هو نهار تتهم لابد ان تثبت اما لابد في كل ميدان لابد ان تثبت ولكن قال السي معمر انه كان عتله يا خويا لما تكون قضيه بين طرفين ما عليك الا التوجه للمحكمه هي اللي تفصل اما انك جيت تهم الناس وصحفيين بصفه عامه فهذا يعني شيء خطير خطير جدا بارك الله فيك عبد الوهاب سي مراد فيما يخص بعد الكلمه تاع العداله هذه وين سي معمر قبل طرق ليها ولكن ما يخفاكمش كان فيش دي فورم المراسل عندما يكتب شيء ويشوه بسمعة رئيس فريق ولا يحطم معنويات فريق ما حقا نلجو الى العداله ولكن من هو المسؤول هل المحرر هل الجريده هل رئيس التحرير هو اللي يتحمل المسؤوليه هذه لان شاهدنا في بعض الاحيان نديو مراسلين للعداله يقول لك الجلسه رفعت لان لابد يكون هنا حاضر في الجلسه رئيس التحرير انه هو المسؤول الوحيد عندما رئيس التحرير يكون يحافظ على السمعه تاع الجريده ما يكتبش اشياء غير مدققه لازم دليل وهذا تدخل في نقولوا المهنه تاع الصحفي الحقيقي سي لو بروفيسيوناليزم باسكو نو افون دي تري بون جورناليست سيرت مي نو توليرون دي سامبل كوريسبوندون
كي نويز او فوتبول ناسيونال. لا ما نتهموش كل المتعاونين سي باردون ماهمش الكل باردون سا هذا رايي كوريسبوندون كي فون بوكو كوريسبوندون كي ديبيت سيرت يلفو ان ديبي ولكن حفاظا على المراسل هذا لابد يكون ديجا عنده ريسيكلاج او مو ريسيكلاج دو 15 جور دو 20 جور بور كو بيس باش يطرق للموضوع بكل اهميه. هذه وحده. الا سمحت ما تقطع سي بن دالي وين الاخ طرق يقول في بعض الاحيان رؤساء الفرق يكونوا يشوفوا صحفي باش يكونوا يبلغوا يعني المراد تاعهم للجمهور بور فونتي لي ميريت. انا نقول لكم بصراحه رئيس الفريق اللي ما يقدرش يثبت وجوده في الساحه ما يقدرش يبان في الجريده. لابد تكون ثاني البروفيسيوناليزم دون لا بريزيدونس دي كلوب خاطر مع الصحافه ورئيس الفريق يهدفوا الى هدف واحد واش هو تلميذ كره القدم. لان انا ما نقدرش نكون رئيس صالح بدون الصحافه والصحافه ما تقدرش تطرق الموضوع تاعي ما يكونش كيلك شوز دو بو سو لو تيران باسكو الاعمال تاع رئيس لازم تخرج في الصحافه ولا في التلفزيون ولا في الراديو. وشكرا. شكرا. انا حبيت زوج نقطات برك نتكلم عليهم. الاولى اللي تكلم عليها سي عبد الوهاب فيما يخص المراسلين، على كل حال ما يخفالكش سي عبد الوهاب اللي المراسلين هذو يخدموا في امكانيات صعيبه جدا. حنا على بالنا حنا رانا نخدموا هنا كما يقولوا رانا سير دو فولور بارابول هاد الناس هذو اللي راهم يخدموا دون لي بتيت فيل بتي فيلاج، على خاطر عندهم 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 ضغط كبير فوقهم. كاين المسيرين تاع الفريق، انا عرفت ناس في الماضي كانوا يجي مسير تاع فريق يهدوا يقولوا ندير لك ونواسيلك لا ما تقدرش راك عايش في واحد دير العداله وما يقدرش يدير العداله. ما تقدرش كي يجي يهدك بالكلام راس هكذا، هذا راه بشر انسان بشر يخاف على العداله كما يقدر يدي الصحفي العداله. معليش على كل حال هذه النقطة الأولى، قلت لك باللي المراسلين راهم يخدموا في إمكانيات صعيبة جدا ولازم ناخذوا بعين الاعتبار هذه الإمكانيات هذو. حاجة أخرى، هاد الناس اللي تهموا باللي صحفيين داروا في الجمعية العامة وهما ولكن كما قالوا باسكو كاين تناقض كاين كونتراديكسيون. قال كاين الحرية، الإنسان عنده الضمير والفكرة تاعو كي يدخل لير نيفو تاع على من يحب، ميم الصحفي ما ينجمش يسيف عليه. وعلاش يقولوا باللي صحفيين داروا؟ أنا نقول باللي هاد الناس اليوم يهضروا هذا الشيء، هذا هما عندهم لا كونسيونس ماهيش ترونكيل. انا ثاني نجم نقول كاين مسيرين، وعلاش الكره تاعنا لحقت ندخلوا في دون لو فون تاع البروبليم تاع كره القدم ماهيش الجمعيه العامه ولا علاش كره القدم تاع لحقت لهذ الدرجه اليوم. نجم انا ثاني نتهم كاين مسيرين يروحوا يشريوا لي ماتش، كاين مسيرين يروحوا يضغطوا على لي زاربيت باش يربحوا الماتش، رانا نقراوها ونسمعوها كل يوم. شكون الصحفي هو اللي يروح هو الصحفي ما عندوش عنده غير الشهريه تاعو ولا فان دي موا يدخل بها للدار. شكرا رضوان. شكرا باش نكمل على السيدي بك على لي كوريسبوندون لوكو. كاين واحد مثلا في شلف وراه يعرفوا عبد القادر دله، نقدر نقول لك كان يخدم في دون دي كونديسيون تاع الصال نورمالمون هو يروح للعداله باسكو ما كانش قانون اللي يقول لك انت تمنع لا بريس تدخل للصال. نجم حتى لا بريس يروح يسلك البي يدخل ويدير الماتش. رانا سمعناها في الشريط. كاين قانون وين اللي ان جورناليست ولا اللي ان كوريسبوندون اللي يتعدى على رئيس فريق ولا يزور في الواحد كاين عداله خويا روح للعداله، العداله فوق الجميع. شكرا سيدي ابي على كل حال نبقى دائما